القبول هو من المشاعر الصعبة، مو من المشاعر السهلة في الحياة، ومو من المشاعر اللي الإنسان كذا راح يسعى لها كذا برغبة قوية، وبيعني رغبة إنه هو يكتشف وش ورا الموضوع. زي لما نقول مثلا شعور الحب، لا، في ناس تبغى تعيش هذا الشعور أو تبغى تعيش هذه المرحلة وتبغى تجرب هذه المرحلة. لكن القبول كأنه يعني بعيد عن غالبية البشر، وهو أصلا صعب الوصول لهذا الشعور. سواء كان الإنسان نايم ولا صاحي، واعي ولا مش واعي، مو من المشاعر اللي يعني اختارها الواحد ابتداء أنه هو يعني يفضلها أو يشتغل عليها أو يطور نفسه من خلالها. في حكيم يقول أنه اختبارك الوحيد في الحياة هو أن تقبل. وإذا كان رأي هذا الحكيم صحيح أو قريب من الصواب، فمعناها شعور القبول هو أهم شعور إحنا جينا نختبره وجينا نبغى نوصل له. يقولك أهم اختبار، هو كل الاختبار عندك في الحياة، هو كل الاختبار إنك تقبل. من يوم تولد لما تموت، والعملية كلها عملية قبول ورفض، قبول ورفض، يس نو يس. بس يقولك هذه هي قصة الحياة، قصة النمو الروحي وقصة كل شيء، تطوير الذات، وكل كل كل الموضوع كله عبارة عن اقبل ولا لا تقبل. وعليه فقد نكون حنا يعني قللنا من أهمية موضوع القبول، ما اهتمينا بهذا الشعور كبشر، مو كثير مهتمين بهذا الشعور. كنا نتكلم عن القبول، أوكي؟ فقلنا إنه البشر مو كثير مهتمين بشعور القبول، الواعي والصاحي فضلا عن النايم. فالواعي مثلا يفكر بالحب، يفكر في السلام، موضوع السلام كثير حاضر، موضوع الحب مرة مرة مهم. أي شخص واعي تحسه يفكر شو أصل هالمرحلة، كيف أصل شعورها، إيش سلوكياتها، إيش طريقتها، كيف ذبذبتها، كيف طاقتها. وأنا صراحة من الناس اللي مشغولة جدا بموضوع الحب، من سنوات طويلة وأنا مشغولة بموضوع الحب والسلام. دائما ألقى ناس تتكلم، أنا ماني مشغولة بس أنا مش من الناس اللي انشغلت بالسلام، لكن أشوف كثير ناس يعني في مجال الوعي مهتمين بموضوع السلام، يتكلمون عنه، يعطون عليه تمارين ويعطون. بس كنا كذا يعني زعلانين على موضوع القبول. فماذا لو كان فعلا صحيح هو الموضوع كله، يعني تجربتنا كلها تدور حول قصة أنه أنت كيف تقبل، ليش تقبل، متى تقبل. ماذا لو كانت كل هذه القصة هي محصورة في هذا الشعور فقط، أنك تقبل أو ترفض أو تقاوم أو. وعلى فكرة راح تلقى لما تدخل في هذا الشعور، راح تلقى أنه كثير مشاعر مرتبطة بهذا الشعور. وهذا يعزز وجهة نظر صاحبنا الحكيم، انه لما تشوف مثلا حالة التجرد، لما تشوف حالة التعلق، لما تشوف حالة الشجاعة، كثير اشياء مرتبطة بانه انت تقبل ولا ما تقبل. انت قبلت، وصلت حالة القبول، وصلت مرحلة القبول، وصلت شعور القبول ولا ما وصلت شعور القبول. طيب برضو خلني اقول لك شيء مهم عن القبول، ويمكن احنا يعني ما ندركه بشكل واضح، انه مرات ما ادري اذا سبق انك شفت مثلا سيدة كانت تحلم انها تكون ثرية وكذا، وطبعا ما عندها استعداد تشتغل ولا تسوي شيء كذا، فطق بابها عريس ثري يعني تتناسب مع نيتها فتزوجت. فلما تزوجت وراحت القصر قد الدنيا، وصار عندها خدم وحشم والروز رايحة والفراري جاية وكذا، بعدين يعني صارت تقول لا، هم ما يفهمون، هم ما يعرفون، هم أخلاقياتهم وكذا. بعدين ما أقدر، يعني هي طالبة الثراء، هي شخصيا طالبة الثراء، بعدين ما قدرت تتحمل القصة هذه، وراحت وتركت كل الثراء وحالة الثراء اللي هي اختارتها، أو قالت لا احنا نبغى بيت بسيط، لا ما يحتاج الفرار الحمراء، انا ابغى يعني
اكسنت كذا صغيرة على قدي، وقامت تصغر تصغر ترجعت لحالتها اللي هي قبل الثرى. تالي مثل هذه الإنسانة ما قدرت تتقبل الثرى، مع أنها ترى هي اللي حاطة النية، هي يعني مو أحد غصبها أو أحد يعني اقترح عليها، لا هي كذا قالت أنا أبغى أكون ثرية. ولما جاء العريس كانت كثير مبسوطة وتبغى تعيش الثرى، بس يوم إنها صارت وسط الثرى فعلا ما قدرت تتقبل الثرى. شفتوا هذا المنظر قبل ولا ما شفتوا؟ مرات شخص عاطل عن العمل أو عاطلة عن العمل سنوات، هو يحاول ويطرق الأبواب ويبحث وا 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 وا، بعدين قبله شركة من الشركات قبله، طيب وبعدين يوم قبله أول يوم هو يقول ماشي شكلهم ما هو مريح، أحس إنهم لسه ما عطوني العقد. طيب بس بأول يوم يا أخي إيش دعوة، ما أحس إنهم غشاشين، أحس إنهم نصابين، ما من بكرة يقول ما أدري، أحس زملاء العمل ناويين لي كذا، أنا مستقصديني كأنهم حاطيني عجب، ما أدري مدير في العمل كأنه خايف مني عشان أنا كويس وشاطر وكذا. المهم يعني يقعد أسبوع وهو كذا يعني يقول أسبوع هو يحق، بعدين يقول مع السلامة باي باي. طب ما أنت صار لك 3 سنوات تطق البيبان تبحث عن عمل وأنت اللي حاط النية وكذا، بعدين يوم جاك شغل وحتى الراتب جيد تقول لا والله احسهم وما ادري ايش، هذا شخص هو بغى وهو سعى لهذا الهدف، ومع ذلك لما وصل الهدف اللي عنده ما قدر يتقبل الهدف، ما قدر. لذلك ايضا اهميه مشاعر القبول، انك انت تحتاج هذه المشاعر في السلب والايجاب، تحتاج لما تجيك مصيبه وتحتاج لما تجيك هدية وفرحة، تحتاج لما تكون في شعور صعب وتحتاجها لما تكون في شعور جيد، تحتاجها لما تحصل على الثراء، لما تحصل على الإنجاز، لما تحصل على الهدف، لما تحقق نجاح، تحتاج القبول، وتحتاجها لما تنكسر ولما تطيح ولما تخرب علاقتك ولما تحزن ولما تزعل ولما تجيك المصيبة، تحتاجها في السلب والإيجاب. وقد يكون الأشخاص كل ما تطوروا أكثر كل ما احتاجوا القبول في الإيجاب، يعني يصير السلب قليل في حياتهم وخلاص هم عارفين كيف يتعالجون مع السلب وعارفين كيف ينظفون وعارفين، بس يكون عندهم أهداف أكبر، حياة أثرى أعمق. بعض الأشخاص إذا لاحظت يسوون تنظيفات ويشيلون السلب ويشيلون الماضي ويشيلون كذا، بعدين يعلقون في الحياد لأنه عندهم هوية جديدة، نسخة جديدة، عندهم حياة جديدة، ما قدروا يتقبلونها، ما قدر. تخيل الهدية الثمينة اللي وصل لها في الحياة، إنه هو قدر يكنس كل الحوسة اللي موجودة في الحياة، كل الزبالة التعبانة اللي موجودة في الحياة كنسها. يوم إنه كذا تنفس الصعداء وقال الآن تبدأ الحياة، الآن تبدأ الحياة بعد ما شلت كل خرابيط الماضي وكل العار وكل الغضب وكل الخوف، نظفت وزبطت وكذا، الآن تبدأ الحياة. طيب it's okay. أيوة اللي بعده تلقاه وقف كيف قاعد يراهم، شو ما قدر يقبل حتى وصوله لهذه المرحلة، ما قدر يقبل إنه هو نسخة جديدة، هو مو الأول، ما قدر يقبل إنه هو هوية جديدة، ما قدر يقبل إنه هو مو هو الماضي، إنه هو شخص جديد مختلف، ما قدر. صحيح إنه طلع من الماضي وطلع من القصص التعبانة، لكن عالق. ليه؟ لأنه ما قدر يقبل. لا شعور جيد جديد، لا نسخة جديدة، لا هوية جديدة، ما قدر يقبل أي شيء. كما أنه القبول مهم للشخص اللي عنده مصيبة، عنده شعور سيء، عنده قصة ما قدر يعني يتعامل معها، عنده مشكلة غير قابلة للحل، كذلك هو مهم لكل شخص عنده وعي أنه هو يتقبل كل مرحلة جديدة من حياته، وخصوصا لما الشخص يكون متطور، معناها أنا كل مرة عندي قصة جديدة، كل مرة عندي مرحلة جديدة، كل مرة عندي حياة مختلفة، وعليه قد يكون كل مرة عندي عمل جديد، قد يكون كل مرة عندي أصدقاء جدد، كل مرة عندي علاقات جديدة،
كل مرة عندي بيت جديد، كل مرة بنتقل مدينة جديدة، بالتالي أنا كيف أقبل كل هذه الانتقالات؟